لا لا بدي اطلع. لا صبحي ما في تطلع. طب حبيبتي مزروقة عملها تحتي. ايه عملها تحتك على مسؤوليتي، هذا اذا ما صار شيء. لك لازم نطلع نشوف شو عم يصير برا. صبحي لا ما في تطلع. هلا بيقولوا تركوا اخوه لينحبس حتى يجوا يحكوا مع بعضها. ايه مو مشكلة، نحن عرايس منقدر نحكي مع بعض. انتي قلتي يا خلينا نحكي مع بعض. لك شو هالصوت هاد؟ كسرت اياه. معقول عريسه بايد وحده؟ بوسية بالله. لك يعني بوسة؟ ايه بوسية. لك لا خلص تكيا. خليني اطلع. لا ما في تطلع، لانه اذا بدك تطلع لازم اطلع معك، ومو حلو يسالوك عني، هيك نحن قاعدين بحجه بعض. لا عمي لا بحجه بعض ولا شيء، كل واحد قاعد بحجته، بكفي هلا كسرتي اللي عندنا. بتعرفي شو؟ ليش عم تضحكي؟ عليك. الله يسامحك. احيانا بحسك تشبهي لربحي. يعني تصرفاتكم مثل بعض. ها، ليش انا شريره مثل ربحي؟ انا قلت شريره؟ بعت لي حما اذا قلت شريره. دخي ربها ابتسامة مع لذة، بس احيانا هيك يعني بحسكم انتو بتحبوا المؤامرات. قال لي شغلة بدي اطلع. لا لا بدي اطلع. لا. يا ستر اختك بدي اطلع. شو اخدتوش عيتك؟ لا مو اخدتوش، بس كم بدي اطلع. تلعبي وز؟ ايه بلعب وز. جوز؟ ايه فرد. ايه جوز؟ ايه فرد. يلا واحدة ثلاثة. ثلاثة فرد بطلت العب. خلاص بلعه. ايوه يلا. يستملي الابتسامة. لك تريد. لك تريد. العمى. خليني اطلع. كافي بدك ترجع. العمى خنقتني. قلي ابو حمدي كيف بدك تطالعه؟ ليكون عم تشتغل معهم وانا مالي دريانه؟ قوليها لعينك بعرفك. اعوذ بالله. ايه انا ضد عقلي اذى العالم. هذا ابو يامين طالما طلب الاغراض معناته بيقدر يطالعه. كان قال لي صاحبي بس بده ياخذ اجرته، انا متعود عليه. ما هو بيشتغل بالبيوت محل مساكن بال 86 وبيبيعها. ابي بياخذ كل اغراضه الصحيه من عندي. وانا مفارقه معي. بس التجسس تهمه مو سهله يا ابو حمدي. مين قال سهلة دكتورة؟ بس العملة لا كلمة. أنا عندي شك جواتي إنه مو تجسس، لأنه هدول بيعرفوني إذا حكيت حالي وبيسمعوا دبيب النملة إذا مشكيت. بقى لو كان تجسس ما كانوا سكتوا علي لهلا. هذا أبو يامين بيحب يكبرها مشان ياخد أغراض أكتر. أنا صرت حافظه صم دكتورة. طيب وهذا أبو أياد ليش بعدتوا جبتوه؟ أبو مازن بعت وراه وقال له لأخوكي إنه إله عندهم معارف بيشتغل مخبر معمدي. شو مخبر؟ أعوذ بالله مالي دخل فيهم ابنوب ومنين بدي كل اللي دخل فيهم يا أبو مازن؟ أنت بتعرفني رجال دغري من بيتي لشغلي ومن شغلي لبيتي. بس حكي الناس ولا ثلاث الناس كتير يا أخي. صحيح أنا قضيت خدمتي العسكرية بالمخابرات، إيه بس هذا الحكي كان من 20 سنة، فما عاد أعرف حدا منهم بنوب. هن أخذوني مرة على الفرع مشان شو؟ مشان اجد لهم الكنبايات. ها بس لا حكيت مع حدا ولا حدا حكى معي. الله وكيلكم، فبدك تعذرني يا ابو صبحي، ما بحسن بخدمك بهالقصه. بس خوش هو انا يعني بعرف لي زلمتين ثلاثه منهم من اللي بيشتغلوا معهم. ها بس شغل يا ابو مازن الله وكيلك شغل. هذا اللي بيجيب لي فرشه بنجد له اياها، وهذا اللي بيجيب لي الحاف شد له اياه، يعني شغل هيك. بقول لحالي يا ولد لا تاخذ منهم اجره، لا سمح الله بركه شي يوم من الايام احتزناه. بتعرف يعني انت هدول من معارفك ابو اياد. انت بتعرفه لربحي، صحيح هو ملدن شوي بس مو تجسس. مالك يبين علي الله وكيلك وكيل السماء والارض، هو وابوه اخوه عيله بتتقل بالذهب. ونعم الناس، اشهد بالله ونعم الناس، والله ما له لا شوكه ولا جرحه بقلبي. بدك تقلي ابو صبحي بانه فرح حاطينه هن؟ قالونا ب 313. بتعرف حدا فيه؟ لا 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 لا، هدول صعبين كثير، هيك بسمع عنهم. بس لاقول لك فكري، اللي زلمه هنيك انا. هاي تليفون، قوم احكي معه. لا يا ابو مازن بسلامه فهمك، هيك حكي ما بينحكى على التليفون، بده روحه لعنده. منروح واذا بدك بشي معك. لا حبيبي بروح لحالي. وين ابو اياد؟ ما كفيت شايك؟ اتركه ابو مازن، ان شاء الله ان شاء الله اذا توفى
إله مني أحلى عزيمة، وقل لهم إنه الصبي ما له دخل، إذا بدهم يمسكوني أنا ويفلتوه. ليش أنت إلك دخل أبو صبحي؟ لا أبو إياد، بس إذا بدهم حدا يمسكوه ياخذوني أنا بداله، ومثل ما بتعرف حابين يورجوا العالم إنهن موجودين، وما صدقوا لقطوا ابني. الله بجاه النبي يخلصنا منهم ومن شرورهم. لا 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 ابو صبحي، لا انت منفعل ومو قاصد الحكي، لا تقي على كلامه ابو اياد. شو بك قعدل؟ نشف ريقي، بدي كمل كاس الشاي تبعي. معك حق يا ابو صبحي، الله وكيلك معك حق. فضفض فضفض يا اخي، ناس فظيعين هدول. فظيعين وبس؟ يا لطيف، لك هدول ظلام، ولك كل العالم تغير الا نحن. هداك اليوم قريت بالجريدة انه كفوا ايد المخابرات بالبحرين، ولك مو بس بالبحرين، بالبحرين الشرقي الدولي. خلونا بربحي يا ابو صبحي، ليش نكمل الموضوع؟ اتركوا يفضفض يا ابو مازن، اتركوا يفضفض بيريح. سامعك اخي ابو صبحي. قوم شوف لنا الولد ما بده يبعث حدا. بدنا نكمل الشاي. لك عم تضرب الشاي قوم. لك والله بفكر نكمل حديثنا، نفهم شو بدنا نحكي. قوم لا تأخر علينا ابو اياد. لا شو تأخر، عن حالك ان شاء الله برجع ولا يهمك، قول ان شاء الله. حضر لك قطرميز قضامي على سكر. حضر لي قضيبين سكر نبات عشان يحلى كلامي. على راسي. الله يصلحك يا ابو صبحي. نعم الوكيل، حسبنا الله ونعم. هيك هيك يا ابو صبحي بتولد حالك، هي يعني ضروري بتجي لك كم تشي. ليش شوفي شو صار؟ ليش طالع صوتك ابو مازن؟ لك شو بك انت التانية؟ ما صار شيء. ابو مازن بيحب يحبنا شوي. لا ستي صار، هذا اخوك يسب المخابرات قدام ابو اياد. يا ابو صبحي ما شفته كيف كان قايم؟ قام رجع قعد وبلش يرشل لك قنبل، وانت نازل حكي، وانا تورمت شفايفي من كثر ما عم اقول لك وانت نازل حكي. يبليني بحمه منك على انفصل. ليش اقول لك اخي الحكي؟ انت الحالي منك؟ لك نحن ناقصين ناقصين. لك شبك انت ويا اعصابي مو متحملها. ابو مازن أنا ما حكيت شيء زيادة، كل الناس بتحكي عنهم هيك. شو بدك يعني؟ امدحهم وابني ممسوك عندهم؟ ابنك شو عمل؟ اللي ابنك شو عمل؟ ليك لعبة تهمين وتجسس. العالم يلي عم يمسكوها شو عم تعمل؟ عم تحكي كلمة كلمتين فشت خلق من ضيق حياتها، عم تنام عندهم 10-15 سنة. هذيك المرة رحنا سلمنا على أبو عبده، الله وكيلك ووكيل السماء والأرض، نايم على جنب واحد 15 سنة عنده، شو عامل؟ كل اللي عامله إنه حاكي 4-5 كلمات لا بيقدموا ولا بيأخروا. خلص عم بازين، خلص، مو ناسك من التاني. وانت ليش وافقتي؟ ايه بعد لي حمى والله نسيت ليش جاية. ها ايه يلا تفضلوا على الأكل. هلا قلت لي ما بدي آكل، إلك من الصبح على لحم بطنك. قوم أبو مازن حضرنا العشاء. بس لك اخي بليني بحمى اسكت، فتحي نام وما اكل. بس هلقمه من ايدي. إيه مالي نفس ملولو، مالي نفس. اسكت اقبرنيكم. شو ملولو؟ شايفتك مالي على قفي ابو صبحي، شو الموضوع؟ يا انت الثانيه. ابو حمدي صار اكثر من ساعه ما بدي اقول له لابو يامين. شكرية لا تنطفي لي قلبي، ناوليني على التليفون. عادي عم تقول انا بجيبه. لا تواخذينا دكتوره، يعني كل ما بتجي لعنا بتعلقي معنا المشكله. اعوذ بالله يا عادي، بالعكس انا خجلانه من حالي، ما في شيء اعمله. تقبريني اذا ما في شيء تعمليه هون، امي روحي على بيتي. تفضل عمو. اي والله شكرا شكرا. لا دق الرقم ابو حمدي، لساته موجود على الذاكره. هات لك ذاك. ها رن خد خد. شو ما حدا عم يرد؟ يمكن عم يحكوا على التليفون الثاني. الو الو مرحبا اختي، انا ابو حمدي. اهلا وسهلا فيكي. شو راح مشوار ضروري؟ هو قال لك انه بيخبرني. اختي اعطيك الرقم مشان الا كان قليله بالله اني اتصلت انا. شكرا كثير، شكرا، مع السلامه. ابو حمدي ليش ما اعطيت الرقم؟ قال طلع الرقم عندها على الكاشف. ما قالت لك وين راح؟ لا. شو بدنا نعمل هلا؟ اللهم انا قد بسطنا اليك اكف الضراعه.
آمين. متوسلين إليك بصاحب الخير والشفاعة. آمين. أن تدفع البلاء عن بيت أبو صبحي والنحس يا رب العالمين. آمين. ارتاحي ليك انك ارتاحي ارتاحي. ابو حمدي خذ اتصل فيه بركي بيكون رجع. استني شوي محمدي استني شوي لتصير 10:05 بكون طبقنا النص ساعة. انا شاكك بقلبي انه عم تهرب منك يا صهري، هو بالبيت وما بيرد. والله وانا مثلك يا اخي بس خايف اقول. شو ابو حمدي انت بتعرفه اكتر منا؟ او يامن مو معقول يعملها معي بنوب، يمكن راح الفرق مشان يسأل عنه. طيب خد له جرب. هلأ صرت تمشي على الثانية يعني؟ خد يا مخلوق صرت دق له 6 مرات. لو كان رجال ببيته كان دق لنا، ما في مانع عمشي من ذلك، كان دق لنا. صدقيني صرت تستحي من مرته. يا جماعة شو رأيكم اتصل بنقيب الأطباء إلا ما يعرف له شي حدا؟ اي والله يا دكتورة خدي اتصلي. استني دكتورة، شو نقيب أطباء ما نقيب أطباء، انت بتاني خلي استنى أبو يامين. أب مازين هذا طول ابو اياد مو طول لك حاكي. ايه شو عليه؟ ليش لا؟ نتصل اعطس يرحمك الله. هاتي التليفون لشو؟ يا الله بسم الله. عميرن يلا احكوا. الو الو مرحبا اختي مياد، انا ابو مازن السمان رفيقه لجوزك وصاحبه من روح للروح. شلون الجميع؟ ان شاء الله تمام. شلون الاولاد؟ ان شاء الله ربي. دي اختي. هل الو هلا وقتك يخرب بيتك من قامتك لهون لاحقتيني كمان؟ شو بدي؟ اطبخي بالغول فول ان شاء الله بتاكلي سم القاتولي. انت مالك شايفتيني مشغول؟ ايه عند ابو صبحي بعدين اتصلي فيني. بدي خساية جيبي، بن ما عندي مو مشكلة. يلا هلا بعدين بحكي معك. يبعت لك حمى. ايه شلونك اختي؟ شلون الجميع؟ شلون الاولاد؟ ان شاء الله ربي بيحمي لك ياهم، ان شاء الله ربي بيربوا بعزك ودلالك. وصلوكي الاقدامات على السكره؟ كسروا اسنان الاولاد؟ لا تاخذيني لا تاخذيني اختي. ايه صحيح قلي لي ابو اياد وينه؟ مو هون؟ ما اجا من لما طلع من عنا؟ اختي دخيلك ما ان وصل لعندي حتى تقلي له انه يتصل فينا لهون. ايه نحن عم بيت ابو صبحي، رقم التليفون بيعرفه هو مسجله عنده. ايه دخيلك يا اختي. ايه الله معك. وينك؟ بعوض لك ياهم الاقضامات على السكرات. شو جيب لك اقضامي مغبره؟ ايه مو على راسي. الله معك. شو ها ابو صبحي عم يتكتك تليفونك؟ لك شو مراقب؟ لك الو لك ما قلنا لك جيبي اللي بدك اياه. الو الو ايوه هذا هو الرقم. ابو حمدي موجود؟ مين قل له؟ لك اهلين ابو يامن. لك بشر انا ابو لربحي. خد خد خد. اهلين ابو يامن. طولت علي سيدي. رحت لعندون؟ اي لا ال 414. اي سامحك سيدي سامحك. ايوه اعوذ بالله. شو لك فهمنا لسه؟ اي بلا حببت لي بدني. ايه معلوم سيدي معلوم، مصلحة البلد فوق كل شيء. بس سيدي إيه لا فهمه فهمه سيدي. أكيد لا طبعا أنا مستني. مع السلامة سيدي. شوف يا أبو حمدي هيئتك مو مرتاح. شو بدي لك يا أبو صبحي؟ سمعتني بإذنك. قال أبو يامن راح لعنده بس قال شغلته صعبة لربحي يعني. قال له ارتباطات وفي الفرع 414 طالبه كمان، بس يخلصوا منه ب 313 بدهم ياخذوه على الفرع الثاني. بقى الله يجيرنا من ال 515 يا رب. إلهي لا يوفقهم، إلهي لا يدر لهم بركه، ان شاء الله ما بيشوفوا طريق الخير يا حق إلهي.
لك ما صدقوا انت القطو، هذا تبع ارتباطات يا جماعه، تبع ارتباطات. سامتي الحيطان الادانه. صبحي اخوك له معارف شيء وانا ما بعرفهن؟ اعوذ بالله بابا، كل ما عارفهم نعرفهم. صبحي احكي، لا تخبي علي شيء حتى نعرف نتصرف. يا بابا يا حبيبي، ربحي ما له علاقه بالسياسه، منو بعمره ما فتح جريده. معناها صار لازم اتصل بنقيب الاطباء. اعطيني هالتليفون من عندك ابو حمدي. لحظه دكتوره، ما خليتيني كم في كلامي. وقال يا ابو صبحي انه واصلن اخباريات انه انت معه وعم تسب عليه. شفت ابو صبحي، النصيحه كانت بجمال ما عم تقبلها، هلا بضامي على سكر ما عم يقبل. وقلت لك لا تحكي قدامه شيء، بيهورك. ليك وهورك، الله ليوفقك وليأشعك خير يا ابو اياد. ما صدقت ابو صبحي حكى كلمتين حتى ناقشت تقرير من كعب الدس. يا لطيف يا لطيف، اللهم اني لا اسالك ربط القضاء بل اسالك اللطف فيه. يخرب بيتك،